عندما هاجم مايك تايسون هوليفيلد بهجوم غير متوقع وعض أذنه، ربما لم ينتبه البعض أنه فعل ذلك مرة أخرى، يعني بقصد وإصرار على ارتكاب تلك الجريمة. والغريب أيضا ما قاله مدرب تايسون أنه سيكون مهتما بمواجهة تايسون لهوليفيلد للمرة الثالثة. أنا شخصيا أتوقع أن يواجه تايسون هوليفيلد في هذا النزال، وبصراحة سيكون الأمر مذهل، خصوصا أنه سيتم مواجهة ملاكمين بطلين أحدهما يبلغ من العمر 53 سنة، يعني تايسون، وهوليفيلد يبلغ من العمر 57 سنة. لازلت أذكر سنة 1997 تقريبا نشرت أحد المجلات بعنوان عريض مايك تايسون لو كانيبال. لو كانيبال يعني آكل لحوم البشر، وكان هذا بعد نزاله ضد هوليفيلد. ونلاحظ أن هوليفيلد أطول من مايك تايسون، يصل طوله إلى 1.89 متر عكس تايسون الذي طوله 1.78 متر. وهنا يصاب تايسون بسبب تأثره بضربة برأس الخصم، وربما هنا بدأ يفكر في الانتقام، لذلك عض أذنه كما يعرف الجميع، أو أذنيه معا. عندما هاجم مايك تايسون هوليفيلد بهجوم غير متوقع وعض أذنه، ربما لم ينتبه البعض أنه فعل ذلك مرة أخرى. يعني في هذا المقطع الذي تشاهدون عض تايسون أذن هوليفيلد. بعدها أرسل الحكم ميلز لين تايسون إلى ركن يعني محايد، ودعا إلى مهلة. وعندما استؤنف النزال وخمدت الفوضى، هجم تايسون على هوليفيلد مرة أخرى وعض أذنه الأخرى كما تشاهدون في المقطع. قمة العنف والتحدي وربما الانتقام، وهذا ذكرني ببعض الأفلام. كان المقاتل يعني يستعمل الضربات بالأيدي والأرجل، وعندما يضعف يستعمل النينشاكو أو السيف، ولكن عندما يضطر فهو يقوم بعض الخصم حتى يتخلص من تلك الورطة أو ذلك الهجوم. وبصراحة هذا الفيديو خير دليل على أن يعني تايسون لم يكن يعني شخص عادي، فهو يتحدى بجميع الطرق. وحتى هوليفيلد تحمل في المرة الأولى وواصل النزال. كان هذا فيما يخص هذه الحلقة أعزائي المتابعين، أشكركم على حسن المتابعة، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.